عزيز المواطن يلي بتسأل وبتستغرب هي ليه الطماطم وصلت 50 جنيه، أحب أقول لك إذا عرف السبب بطل العجب. الطماطم اللي احنا بنزرعها في أرضنا بميتنا وبفاسنا في أرضنا وبنديها سمادنا وفلاحنا هم اللي بيزرعوها، بقت ب50 جنيه علشان احنا بنصدرها لإسرائيل. إسرائيل عندها مشكلة في الزراعة لأن في حرب هم مع قطاع غزة بقالهم سنة ومتبهدلين زي ما انتوا شايفين كده، والكمائن بقى كمين بشاير النصر وكمين مش عارف الحاجات دي كلها، فمحتاجين طماطم. جابوا من الأردن، بدأت الأسعار تغلى في الأردن، الأردن بطلت تصدرها لإسرائيل الطماطم يعني. فقالوا إيه؟ نروح يروحوا لحبيبهم عبد الفتاح السيسي، فالسيسي بيصدر الطماطم لإسرائيل وعلشان كده وصل سعرها 50 جنيه. يعني يحرم مردخاي من الطماطم علشان عبد الصمد؟ عند السيسي إن شاء الله مع عبد الصمد كل طماطم، المهم مردخاي ياكل الطماطم ويحطها في السلطة ولا ايه؟ أزمة طماطم بتضرب إسرائيل ومطالب إسرائيلية باللجوء لمصر، ده اللي قالته لنا قبل كده روسيا اليوم. ضجت وسائل الإعلام الإسرائيلية خلال الأيام القليلة الماضية بسبب أزمة كبيرة تضرب إسرائيل تتعلق باختفاء محصول الطماطم وارتفاع أسعاره بشكل جنوني، مما جعل البعض يطالب باستيرادها من مصر. هل تعتقد ان عبد الفتاح السيسي هيبقى في ازمه طماطم في اسرائيل وما يصدرهاش لاسرائيل؟ طب دي ممكن تمنع عنه الغاز. لا، السيسي صدرها لاسرائيل عادي جدا وحضرتك ما تلاقيهاش، وايه يعني ما اللي يعوزه مردخاي يحرم على عبد الصمد؟ ده اللي حصل زي ما بتقول زي ما بيقول البعض، خاصه في ظل ان تركيا بطلت تصدر لهم والاردن بطلت تصدر لهم. الزراعة المصرية بتكشف يا سيد الفاضل سبب ارتفاع أسعار الطماطم 400%، وطبعا مش هتقول لك إن الموضوع ليه علاقة بإسرائيل. دايما هيطلعوك أنت البعبع وأنت الوحش، فعشان كده يطلعوا يقولوا لك إيه؟ السبب في ارتفاع أسعار الطماطم بالشكل ده جشع التجار. التجار الله ينتقم منهم، مجرمين وحشين، زودوا الأسعار 400%. تقول له طب فين التموين؟ فين مباحث التموين؟ فين الدولة؟ يقول لك التجار. هي مش قصة التجار ولا حاجة، احنا عارفين ان عندنا شوية تجار جشعين بس مش كلهم، بس الحقيقة اللي محدش هيقولها لك ان الطماطم المصرية بتتصدر لإسرائيل، وان مصر عندها 4 مواني هم الرئة الاقتصادية لإسرائيل، لان إسرائيل مش عارفة تستورد حاجة خالص عن طريق البحر الأحمر، فمصر متودلها اللي هي عايزاه. يدعوت أحرنوت بتقول لك الأردن رفض استئناف تصدير الطماطم لإسرائيل. الأردن قال لهم لا مش قادر، عندي شعب، الشعب محتاج، واللي يعوزه الشعب يحرم على الجامع. فاحنا نعمل ايه؟ نقول لهم واحنا كمان عندنا نفس المثل، اللي يعوزه مردخاي يحرم على عبد الصمد. وبدأنا نصدر الطماطم لإسرائيل زي ما بيقول بعض النشطاء على التواصل الاجتماعي. طيب ده وبس اللي هيغلى؟ لا 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 لا، كمال مغيث هنا، كمال مغيث بيقول لك ايه؟ اصبح علينا ونحن نفكر في عمل طبقين سلطه في حزمه الجرجير ام 10 جنيه والبقدونس اللي ب 5 جنيه وكيلو الطماطم والخيار والبصل اللي تجاوز سعرهم 100 جنيه، ده طبق سلطه. نقول تاني؟ دكتور كمال بيقول لك عشان بس تعمل طبق سلطة لا هتقلي بالطين ولا هتعمل طبق فول ولا استغفر الله العظيم يا رب هتعمل فرخة، لا 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 لا، طبق سلطة حزمة جرجير ب10 جنيه وبقدونس ب5 جنيه وكيلو طماطم مع خيار وبصل تجيبهم كده ايه كيلو الا ربع كيلو كلهم ب100 جنيه، يعني طبق السلطة في مصر بسم الله الرحمن الرحيم 150 جنيه.